يجري جلالة الملك عبد الله الثاني مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وتتناول المباحثات التي تجري في الكويت علاقة التعاون بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة. كما يقيم أمير الكويت مأدبة إفطار على شرف جلالة الملك بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات من البلدين.